أحبائنا أصحاب ومشاهدين قناة لوغوس، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الصحة الكاملة. النهاردة برنامجنا احنا اتكلمنا كتير على كل أعضاء الجسم، القلب والضغط والكلى والأمعاء. النهاردة هنتطرق للعضو اللي متخبي لسنين طويلة وحديثا في أبحاث كتيرة جدا عن المخ وإزاي بيأثر على حياة الإنسان كلها، وإزاي إن أي تغييرات عن الطبيعي بتعمل أمراض نفسية وبتعمل أمراض تأثر على الأعضاء بتاعة الجسم كله. فالنهاردة معانا الدكتور أنسي حبيب. أهلا بيك يا دكتور أنسي. أهلا بيك يا دكتور شيء. الدكتور أنسي شرفنا قبل كده وعمل حلقات حلوة خالص على اليوتيوب للوغوس عن الأمراض النفسية وعن الدراج أديكشن، ياريت كلنا نرجع ليها ونستفاد منها. الدكتور أنسي خلص طب في جامعة أسيوط في مصر أيام ما كانت الدراسة عالية خالص، وجي هنا عمل ريزيدنسي وبعدين دخل يكمل 4 سنين في الأمراض النفسية والعصبية في جامعة UCLA اللي هي المستشفيات اللي تابعة لجامعة كاليفورنيا كاليفورنيا ستيت يونيفرسيتي، ودي من أحسن الجامعات خصوصا في الأمراض النفسية والعصبية في أمريكا، وتعتبر أحسن واحدة يمكن في الويست هنا في كاليفورنيا. فبخبرته الطويلة اشتغل تبع الكاونتيز واشتغل في مستشفيات كتيرة، وحنستفاد كلنا منه. ربنا يدينا كلنا ويبارك في البرنامج عشان كلنا نستفاد. أبتدي يا دكتور أنسي، أهلا بيك تاني ونشكرك. أبتدي تقول لنا ليه الدراسات المخ والأمراض النفسية ابتدت يعني تتطور وتبقى يعني زمان كانوا يضموهم كده يقول لك عنده حاجة في مخه ولا مخه تعبان ولا حاجة، دلوقتي كل حاجة حسب الدراسات اتفصصت وبقالها تشخيص معين وعلاج معين، وتأثير المخ كمان وأمراضه على الجسم وحياة الإنسان. مقدمة تديها لنا لو سمحت. الأمراض النفسية دي بتأثر في كل حاجة في الجسم، وعشان كده احنا بنركز على البروجرام ده عشان نوعي الناس ان هي مش حكاية واحد عنده مرض نفسي يعني بقى مجنون ولا كريزي. ده مفيش واحد 100% normal if we can say that، يعني مفيش واحد، كل واحد بيبقى عنده difficulty. ليه؟ الحياة كلها متناقضات، في غني وفي فقير، في ماشي حسب مستقيم وفي واحد مستهتر، في حاجات كتير بتخلي الإنسان under ضغوط. دلوقتي الإنسان غير زمان، زمان كان حاجات simple life، دلوقتي في computers وفي سيلفون وفي كمبيوتر in the cell phone. A lot of things became put human being in a lot of stress. كلمة stress دي يعني من تداولها كتير، لكن الستريس ده ليه مشاكل نفسية، مشاكل في الانكزايتي وفي الدبريشن. لما بيزيد الستريس بيبقى الإنسان بيبقى عنده قلق، طب انا هقدر اكيب الشغلة دي ولا بالذات هنا مثلا في امريكا، كل واحد بيجي امريكا يفتكر زي ما دخل شغلة خلاص هيقعد فوريفر، يبتدي يقلق، طب ده انا عندي عيال، ده انا عندي يبتدي يقلق ويخاف انه يفقد الوظيفة بتاعته، وبعد لو القلق زاد لو افتقد الوظيفة بتاعته ممكن يدخل في اكتئاب. فالامراض النفسية مش واحد بس عنده مرض الجنون، دي بتأثر في كل حاجة. فعشان كده احنا بنوعي الناس، يعني لازم الواحد دايما يحاول ان هو لو عنده اي حاجة بسيطة يحاول ان هو يعالجها بسرعة، مش لازم يروح الدكتور نفساني عشان يعالج القلق.
القلق ممكن يعالجه ان هو يتكلم مع كونسلر، يتكلم مع الكاهن في الكنيسة، ممكن يكلم مع ناس صحابه وحبايبه اللي هو he can trust them وبيحس ان دول ممكن يساعدوه. ممكن يكلم مع الزوجة بتاعته، لان لما يبقى الواحد عنده قلق ويكلم مع ناس بيحبهم ويطبطبوا عليه ويدعموا ويقولوا له ربنا موجود، صلي، روح الكنيسة، الاسترس بينقص. لو ما ساب استرس يزيد ممكن يعمل له مشاكل زايدة. وانت عارفة لما بيجي له واحد استرس يزيد ممكن بيجي له قلق، والقلق لما يزيد بيجي له حاجة اسمها بانيك اتاك، والبانيك اتاك عبارة عن الهارت يبتدي يضرب جامد ويبقى مش قادر ينام ويبقى مش عارف يتصرف، بيجي له حالة من الكونفيوجن. بدل ما هو مثلا لو عنده قلق يحاول يشوف هو how he can keep his job، how he can get rid of القلق ده، يكلم مع ناس ويورك اون ات. لو عنده بانيك ان هو مثلا خايف من الامتحان، امتحانات في امريكا هنا غير امتحانات في مصر، بدل ما يخاف ويضطرب وما ينامش ابتدي يعمل ايفالويشن how can we pass this test. يعني احنا عدينا في الحاجات دي زمان لما كنا بندخل امتحانات الفليكس، how we can pass the flex is different than امتحانات بتاعه مصر. في حاجه اسمها كورس بناخده، في حاجه مثلا نتكلم مع اصحابنا من الكنيسه اللي هم دخلوا الامتحان قبل كده يقولوا لنا الحاجات دي كلها احنا sometimes بنستهين بيها. ايوه بس لو انت ما عملتهاش صح بتدخل في مرض نفسي، والمرض النفسي بقى يعني الفاكتور الثاني بقى في جينز. طبعا ما نقدرش نقول كل الحاجات دي بس ستريس وبس، يعني في واحد بيبقى مول فانربل يعني بسرعه يدخل من اكتئاب، من ستريس الانكزايتي لقلق، ومن قلق الاكتئاب وهكذا. في واحد ممكن من يتعامل مع الامور بسرعه ويتعالج بسرعه. حاجه تانية، الامراض النفسيه دي بتأثر في كل حاجة. يعني لو احنا ما خدناش بالنا من الحاجات دي، بنعرف واحد مثلا بيشتغل بيحطط فلوس في البورصة، lost money a lot of money، توصل جاله هارت اتاك ومات. ليه؟ اللي عنده قلق، حاسس ان عمره كله في الفلوس، لو ضاعت الفلوس هارت اتاك ويموت. لما الحاجات دي نبقى aware of it، واحد lost something is not the end of the world، you need to talk about it. يعني كلم الأسرة بتاعتك، كلم ده، شوف ده how you can fix the problem. لذلك ممكن الناس اللي عندهم مثلا برضو برونكيال أزمة ليها روت في النواحي النفسية، الناس اللي بقوتو أميون ديزيز ليها برضو بتبقى مسبباتها أمراض نفسية. الأمراض الجلدية، يعني خدنا مثلا في كلية الطب الألوبيشيا أرياتا اللي هي واحد بيفقد شعره بتبقى بيها نوع من النيرفسنس والنوع من القلق والحاجات زي كده. امراض جلديه زي الارتكاريا، ممكن واحد بيسمع خبر مفاجئ unexpected، واحد عزيز عليه يموت، ما يجيلوش هارت اتاك لكن يجيله راش في جسمه يبتدي يكرش وحرقان في الجلد. sometimes واحنا بندخل الامتحانات تبص تلقى اليوم الواحد داخل قاعد في امتحان بيبقى يجيله أثرالجيا، بيجي الام في المفاصل. ليه؟ لان في قلق، في ستريس. فالامراض النفسيه مش سكيزوفرينيا وباي بولر والحاجات اللي هي محتاجه ان واحد يدخل مستشفى ولازم يبقى سوسايدال، لا دي محتاجه ان الواحد يبقى اوير هاو يبقى عندك صحه نفسيه، هاو تحسن، يبقى عندك زي ما تقول حاجه تمنعك ان انت تدخل في المشاكل دي. عشان كده احنا اهم حاجه عندنا البروفلاكسس بريفنتيف ميديسين، بنقول له لازم الواحد يبقى ينام كويس، لازم يعمل اكسرسايز ان ديلي بيزيس، لازم الدايت يبقى ويل بالانس دايت، لو عندك مشاكل في السكر في اتسترا اتسترا في كل انواع الامراض العاديه لازم تكيرفت قبل ما تبقى مشاكل وبعدين تسبب لك مش بس امراض نفسيه، تسبب لك امراض عضويه وتبوظ لك الاجهزه الامبورتنت في الجسم بتاعك. يعني حضرتك وضحت لنا ان المرض النفسي مش حاجة عيب،
ولا حاجة الواحد يخبيها ويضغط على نفسه ويستحملها، لأنها هتأثر على حياته وعلى نشاطه كإنسان. وإن فيه يمكن حضرتك لمست حتة ممكن أشرحها للأحباء، الناس اللي بتهتم بأمراض النفسية نوعين من الدكاترة. نوع زي الدكتور أنسي اللي هم خرجوا من كلية الطب وتخصصوا في الأمراض النفسية والعصبية. النفسية والعصبية لهم بورد واحد، يعني لهم تخصص واحد. دول بيشوفوا الإنسان لما يكون محتاج أدوية ويكون وصل للمرحلة اللي الكيماويات بتاعته عايزة تتظبط في المخ، أو العصبية طبعا الأمراض بتاعت الأمراض العصبية لها مواضيع تانية. النوع التاني اللي ذكر الدكتور أنسي عليه في الأول، يعني واحد استرست، واحد خايف من امتحان، واحد خايف من قلة النوم، واحد عنده مشاكل كتيرة في الشغل، ممكن يتكلم مع حد. الكلام مع حد ده ليه دكاترة أو ليه ناس اتخرجوا من كليات من الكليات أمراض علم النفس، ودول اللي اسمهم سايكولوجيست. فاللي متخرجين من طب وبيدوا أدوية اسمهم سايكايتريست. اللي متخرجين وعادة بياخدوا دراسات تانية في مشاكل الأزواج، في مشاكل الشباب، وعادة معظم الأمراض اللي بتحتاج أدوية اللي هو بيروحوا للسايكايتريست. ساعات الدكتور السايكايتريست يقول له روح برضو الدكتور سايكولوجيست، أو لو معاه دكتوراه بيتسمى دكتور سايكولوجيست، لو معاه دراسات بس بيتسمى سايكولوجيست أو ماستر ديجري. دول اللي هم بيبقوا خبرة في الكلام، خبرة في ترتيب حياة الإنسان، ما يدوش دواء بس الدراعين بيشتغلوا مع بعض للعلاج الكامل للإنسان اللي عنده مشاكل. يا إما هتتحل بالجلسات النفسية اللي هي السايكولوجي، أو هيحتاج دواء يبقى هيروح للسايكايتريست، وعادة بيشتغلوا سوا مع الإنسان ده علشان الدواء يشتغل، وكمان العلاج النفسي اللي يقوله إزاي يعرف يرتب ظروفه ويتغلب على مشاكل الحياة، وإذا كان في مشاكل في البيت يحاولوا يساعدوه يحلها، اللي هم الكاونسلرز أو السايكولوجيست. فدول جناحين من الممارسات بتخدم الإنسان في الأمراض النفسية والعقلية. طيب يعني احنا عرفنا كتير عن المعدة بتفرز حامض والأمعاء تفرز إنزيمات، فممكن تدينا والقلب بيضخ الدم، يعني ناس كتير عندها فكرة حلوة عن أعضاء الجسم الأخرى، ممكن تدينا فكرة عن المخ اللي مستخبي مننا ده كله، اللي هو بيعتبر بيكنترول تقريبا كل الجسم، الكيماويات اللي بيفرزها والهرمونات اللي بيفرزها اللي ممكن تغير في الإنسان أو تسيبه بأمراض أو تخريمه توتر. لو سمحت أنا شايفة أنت جايب لنا مخ عشان نبص عليه. هو الكلام اللي حضرتك بتقوله بتقصديه النيورو ترانسميتر. اسمها نيورو ترانسميتر اللي هي عبارة عن كيميكالز، والنيورو ترانسميتر دول يعني not many، يعني نمبر 1 أستايلوكلين، دوبامين، سيروتونين، نوربنفرين، that's the most common well known. فالنيورو ترانسميتر دول بيشتغلوا بحيث ان من خلية الخلية نيورون سيلز، يعني من واحدة لواحدة بيتصلوا ببعض ازاي بخلال الافرازات النيورو ترانسميتر. لما يحصل حاجة يعني ستيمولس، يعني واحد توصل حاجة للبرين أو إشارة للبرين، فالإشارة دي بتنتقل من خلية لخلية لخلية من خلال النيورو ترانسميتر. ففي حالة مثلا
لما يبقى النيورو ترانسميتر دول بيقلوا، ده زي مثلا سيروتونين بيقل، فده بيسبب مثلا الديبريشن. الاستايلوكلين برضو بيساعد في نقل من خلايا الخلايا، والاستايلوكلين لما بيقل وبيحصل النيوكلس اللي بتفرز الاستايلوكلين في المخ بيبتدي يحصل الزهايمر ديزيز وهكذا. فيعني وبرضو الاستايلوكلين بيساعد والابنفرين برضو بيساعده السيروتونين ينتقل من خلية الخلية ازاي. طبعا دي حاجات كومبليكيتد، لكن الباتوم لاين انها بتنتقل من خلية الخلية by using this neurotransmitter. الادوية اللي بنستعملها ان احنا بنمنع النيوروترانسميتر انه يتكسر، بنخليه يركز اكتر. يعني واحد يقول لي طب ما دام عنده deficiency من السيروتونين، طب ما اديله شوية سيروتونين يبلعهم ميديسن ولا حاجة، والأكل فيه سيروتونين. طبعا في حاجة اسمها برين بارير، ممكن ياخد الحاجات دي وتدخل في الأمعاء والمصارين وسكريتد، حتى لو وصلت للدم ما تدخلش المخ. لكن الأدوية دي اللي هي بتاعة الاكتئاب والألزهايمر والمانيك ديبريسن بتخلي النيورو ترانسميتر تتركز بسرعة، ما تخرج بريك داون وتطلع وتروح وغير، فلا بيخليها تستني، خليك تستني شوية، بتمنع الريسايكل، بتمنع الريسايكل يحصل بسرعة. فلما السيروتونين فور اكزامبل يقعد على الريسبتور اللي هو بيروحها من خلية الخلية، ده بيحسن الإحساس بالويل بينج وبيمنع الاكتئاب ان هو يزيد او يستمر. فهي كلها نيورو ترانسميتر من خلية الخلية وهكذا. يعني هي كيماويات بتربط خلية وتخلية الخلية. يعني مثلا حضرتك قلت السيروتونين مفروض بيتخزن او في كمية كبيرة جدا في الامعاء لكن ما بتروحش للبرين، ما يوصلش ان في برين بارير، ولكن لكن في بيبقى اكسكريتد من نفس الخلايا الموجودة في البرين. يعني ليها طريقة غير اللي موجودة، ليها نيوكليوس او يعني مراكز معينة بتفرز الاستاينوكلين زي نيوكليوس اوف ميرنت، دي اللي هي مخصوصة في الاستاينوكلين. والسيروتونين برضو ليه شوية سنتر معين، فالفايبر بتاخدها وتروح توزعها للخلايا وهكذا. طيب يعني دي الفكرة، لما اتفهمت اتعرف ايه اللي ممكن الدواء يعمل. يعني زي حضرتك قلت مثلا في الديبريشن السيروتونين قليل عند الناس اللي عندهم ديبريشن. انت وريتني صورة فيها دول اذا كان ممكن نشوفها. ما اعرفش الكاميرا تقدر تجيبها، بس يعني يمكن نشوف الكور الخضراء دي الطبيعي. اتفضل. ده الطبيعي في المنطقه دي، دي نيورون سيلز. البارتيكل دي اللي هي جرين كولر، دي ا لوت اوف سيروتونين بارتيكل. ذس از في النورمال، في ا لوت اوف ذيم بيطلعوا من واحده لواحده والعمليه سهله ونو بروبلم. لكن في الديبرست people النيورون هنا عنده small number of the serotonin particle، فتطلع من هنا لهنا بس عدد قليل. فالدواء بيخلي الحاجات دي مش تروح بسرعة وتتكسر وديسابير، بيخليها تقعد على النيورو ترانسميتر شوية. بتعوض النقص بانها تركز وتقعد في النيورو ترانسميتر عشان ما does not get recycled واكسكريتد وهكذا. فلما بتقعد على الريسبتور مده اطول بتخلي الاعراض الديبريشن تخف، ازيف ان هو عنده كميه اكتر. ايوه ازيف ان هو هياز نوع. طيب انت قلت لنا على السيروتونين بيأثر على المود بتاع الانسان او كده. قلت لنا يومنشن حاجه اسمها دوبامين. معلش الدوبامين ده اصله حكايه طويله. الدوبامين اللي بيسموه ده يعني الحاجات الفن، يعني فن فيلينج، هابي فيلينج.
فهم جربوا بقى، جابوا دواء بيركز بيمنع برضو الدوبامين بريك داون، بس مش ماشية من هنا في الريسبتور زي كده، لكن جنرالي لقي الدوبامين لما بيتركز في المخ بيمنع الدبريشن. ده أونلي دواء الموضوع ده اللي هو والبيوترين أو بروبيوبيون الجينيريك نيم فور إت، ده بيمنع ده من زمان، من زمان ده. وهو ده اللي بيشتغل على الدوبامين سيلتر في البرين، فبيمنع البريك داون أو الدوبامين، بيخلي الإنسان يفيل برر. أورتو الدوبامين لي هاز إفكت على الموفمنت، يعني أحيانا برضو بيأثر في الحركات وهكذا. يعني ممكن الواحد اللي عنده باركنسونيزم الرعاش ده يكون الدوبامين بتاعه قل او حاجة. طيب كمان الدوبامين ممكن يزيد لو واحد يعمل رياضة. طبعا كل الحاجات دي بيبقى تعمل تريجر تو ات باي اكسرسايز وكده. عشان كده اللي زعلان شوية بدل ما يطلع غل في حد يطلع يقول لك طلع الانرجي بتاعته، بس هو اكتشولي رفع شوية دوبامين فبقى مبسوط شوية. طيب اكتشولي الدوبامين ده مشكلة كبيرة لو حد اخذ دراجز، لان في ناس بيدمنوا للدوبامين فيبتدوا ياخدوا سيرتن دراجز بترفع الدوبامين. بس ده unfortunately بيعمل addiction، وبعد كده بيعمل drawback وبيعمل بارانويا وبيعمل psychosis. زي ايه الدراجز دي يا دكتور؟ زي الكوكين. كوكين يعني يحس ان هو فرحان قوي وبعدين فرحان، بس بعد كده بقى الفرح، لان ده السبب ان هم اكتشفوا موضوع السكيزوفرينيا، لان السكيزوفرينيا ليه too much دوبامين لدرجة ان هم مش سعادة بس، يبتدوا هلوسوا ويشوفوا حاجات، يبقى بارانويد. السر في النيورو ترانسميتر انها تبقى بالانس، بالانس بتوين دوبامين نوربنفرين اند سيروتونين. لو واحد زاد قوي يبتدي بقى يهلوس، الدوبامين الكوكايين بتخلي الشخص ياخدوها ده حلو قوي، ده بتميك مي فيل هابي. بس بعد ما يروح التأثير وبعدين ممكن يجي له وزدرول، يبقى سوسايدا لانه انبسط جدا وشلت الانبساط، فبيبقى احيانا وده بيحصل مور مع الامفيتامين، بيخليه ستيميوليتد وذا توب اوف ذا وورلد، وبعد كده سكند داي يبقى سليبي وزدرون اند ماي بي سوسايدا. ده للاسف يعني الميثامفيتامين الكريستال ميس بقى حاجه كبيره دلوقتي، يعني ناس كتير بتاخده، فللأسف لما زي ما بتقول حضرتك بيتعودوا ان هم يبقوا فرحانين او مبسوطين او قادرين يصحصحوا ويعملوا كل اللي عايزينه لما بياخدوا، فبيرفع له الدوبامين، وبعدين بعد ما يروح مفعوله تلاقيه مش عايز يعمل حاجة وينام، ويضطر عشان يقدر يروح شغله وعلشان يصحصح تاني ياخد تاني. ده دخلنا في موضوع يعني كنت احب ديسكاس ات تو. ده ديوال دياجنوزيس. الديوال دياجنوزيس ايه؟ تشخيص حاجتين، يعني حاجتين مع بعض. يعني واحد عنده مينتال ديسوردر وعنده دراج ابيوز مع بعض. وبعد كده لدرجه من الديوال دياجنوزيس بيد وايد سبريد زاد قوي، لدرجه ان يقول لك whoever come to see you consider him dual diagnosis until proof otherwise. بالعربي يعني كل واحد جاي لك عنده mental disorder اعتبره ان هو dual diagnosis لحد ما decide ان هو he's not. ليه؟ sometimes ست بتاعت البيت و 24 عطلة هي drug addict ولا حاجة و take care of herself وبتعمل الاكل وكده، بس تقول لك انا depressed، وبعدين لقيت ان بقى ديبرست، بيجي لي مع الديبريشن مفاصلي بتنقح فيا، الام في المفاصل وصداع، ورحت عند الدكتور بتاعي قال لي بس كده انا اديكي اوبيت، ابتدى يديها حاجه للوجع ناركاتيك عشان تخلص من الوجع، وتقولها ما كنتش اخد كده ما اقدرش انضف البيت، ما اقدرش اطبخ لجوزي. اوكي ناو شي از نوت ستريت دراج اديك بس شي از dual diagnosis. She's taking opiate and she has depression. She's dual diagnosis. وللأسف الديول دياجنوزيس علاجه
اصعب من الجست منتال ديسوردر. ليه؟ لان انت عندك تو ثينجز، لازم تشوف لها حاجه تضيع الالم من غير، بس يو هاف تو واتش ويدرول سيمتوم، في نفس الوقت يو هاف تو تريت هير فور ديبريشن، لان الديبريشن هو اللي يعني زي الفايبروميالجيا. يعني حضرتك تعرف هل الفايبروميالجيا ليها يو نو تيست معين تجيب فايبروميالجيا؟ ما فيش تيست. يا فايبروميالجيا عندي ظهري واجعني وايدي مش عارف ايه ومصلي ايه بتنقح فيا، سندروم كله في الجسم كله بيوجع. لك لما تعمل تيستنج لا نو روماتولوجي، ما فيش ار اتش ولا ما فيش ار روماتولوجي فاكتور ولا ما فيش حاجه، انت كل حاجه نورمال. لكن يقول لك اصل الالام دي بتجيب لي ديبريشن. هل الديبريشن جه في الاول وعمل فايبرومايالجيا ولا فايبرومايالجيا عمل الديبريشن؟ ويتش وان كونفيرس اتس هارد تو تيل. بس في الحاله دي لازم نعالج الاثنين مع بعض. عشان كده بيدوم دواء يرفع المعنويات شويه للديبريشن ودواء يضيع الالتهابات. وثانكس جاد بعض الانتي ديبريسنت زي السيمبالتا والفينلافكسين اللي هو افكسور، الاثنين بيديكريز ذا بين ثريشولد، يعني بينقص الديبريس سيمتومز وبنقص الالم. فبالحاله دي ممكن ضربنا عصفورين بحجر. انت قلت كلمه هنا اخدها منك عشان اشرحها، البين ثريشولد. ثريشولد يعني معدل الاحساس بالوجع هنا ولا هنا. يعني ممكن واحد تديله حقنه يصرخ زي ما يكون اتشك بمسمار مثلا، مش بنفس الابره اللي حد تاني ياخدها وما توجعوش. فالبين ثريشولد في الناس اللي عندهم فايبروميالجيا اللي هو الوجع اللي بيبقى في الجسم كله وملوش اي حاجه باينه في التحاليل، يا دوب سرعه الترسيب يقولوا مرتفع شويه، دي من الامراض بتاعت المناعه اللي هي الاميون ثيرابي، الاميون ديزيز اي مين، اللي هي امراض الروماتيزم والامراض المناعه. اللي قال الدكتور ان الناس لما بيبقوا تحت ستريس المناعة بتاعتهم بتقل ويجي لهم برد بسرعة ويجي لهم، معروف كتير ناس كتير ما تنامش وتبقى ستريست، تاني يوم يجي لهم دور برد وبعدين يطلع لهم الهيربيز اللي هم بيسموه الكولد سورس دي. فطبعا العلاج بتاعت الناس اللي عندها ألام مش بس نديها دواء للألم، لكن نديها دواء يرفع نفسيتها وبالتالي إحساسها بالألم بيترفع الثريشولد بتاعه، يعني ما تبقاش كل حاجة عندها بتوجع، تستحمل الوجع أكتر، ده اللي هو الهاي ثريشولد يعني. طيب ندخل في بعض الأمراض يا دكتور. تفضلي. زي مثلا الأول يعني تشرح تقول لنا مقدمة كده إن الأمراض النفسية مش عيب يعني، وإن علاجها بقى مش حاجه الواحد يخبيها ولا يتكسف منها. ما قلت لحضرتك يعني الاسترس ده الناس كلها بتتعرض للاسترس، واللي جايين بيهاجروا من مصر لامريكا كلنا بنتعرض يعني حاجات صعبه قوي يعني. فالاسترس ده بيسبب طبعا ما كناش نخلي بالنا، وسبورت وهيلب فروم هير فاميلي فريند تشيرش اتسترا، ممكن الواحد يجي سيك. طب هل يعني انا ما يكسفش ان يقول يكسفش؟ انا عندي تعبان نفسيا، انا تعبان يعني. اليومين دول قلقان، انا مش عارف اعمل ايه بكره وهكذا. فلا طبعا ده مش ده امبورتنت ان الواحد ياسك فور هيلب. ممكن مش لازم يشوف دكتور نفساني، يديله انتي ستريس، ذير از نو ساتش ثينج يعني. ممكن ياسك فور هيلب فروم فريند فروم توك اوت، يكون واحد مثلا يكون ثيرابيست من الكنيسة ولا في كان سايكولوجيست يعني يساعده بحيث ان هو يرتب حياته. انت ايه الان الانجليزي بتاعك بروكن انجليش؟ طب خد كورس في الانجليش. بالظبط. انت تعبان لانك انت ما عندكش فاينانشال بروبلم، في هنا ايجنسي بتساعد البيبل فور فاينانسز،
يعني يساعده فاينانشال يعني يدوله فلوس يعني يدوله حاجة كده تساعده وهكذا يعني. طب يعني مرة من المرات واحدة جات لي في الأوفيس بنت بتشتغل 24 نهار بس قالت لي أنا مش طايقة نفسي ده أنا تعبانة وترست وبدخل يعني دخل بتاخد كورسات في نفس الوقت بتشتغل فول تايم وفي نفس الوقت عندها حاجات في البيت بتعملها وعايزة تروح تعمل الجيم تقعد ساعة في الجيم. كويس انت تروح الجيم بس لازم organize your life. So sometimes الحاجات النفسية يعني الستريس overwhelm مش لازم ان انا اخد انتي ديبريسن ولا انتي انكزايتي. عايزة تنام ساعتين زيادة مثلا نامي ساعتين او ساعة زيادة نامي certain time وكب certain time. الاكسرسايز حلو تعمل اكسرسايز كل يوم لكن ما تروحيش الجيم تقعد ساعة ونص ولا ساعتين. You can't afford that. يعني عندك حاجات التزامات تاني. لا انا بشتغل فول تايم وفي نفس الوقت بروح سكول فول تايم. That's unlogic. فده يعني هنا السايكولوجي يعني لا حتى من رياضك هنا يعني ما بس هي بتقول لي يعني محتاجة أدوية. قلت لها لا انت تعملي 1-2-3 وتجي لي بعد اسبوعين بعد ما تنظمي حياتك وتغيري بعد اسبوعين ما جاتش. It's not always لما ما تجيش انها poor compliance و bad news. لا خلاص ما اصلي مش كل واحد لازم يروح دكتور نفساني forever. الحاجات دي بالجروب التاني اللي هو persistent chronic mental illness. اوكي يعني اللي هو الامراض النفسية المزمنة المستديمة اللي زي السكيزوفرينيا والسكيزو افكتيف ديسوردر والبايبولر والديبريشن الكئيب قوي ده اللي هو احيانا بيسموه ميلانكوليك ديبريشن. الايه ميلانكوليك؟ تعرفه في مصر يقول لك ده عنده ميلانكوليا. الميلانكوليا دي جايه من كلمه ميلانكوليك بس هنا في ملهاش معناها ان ديبريشن زاد قوي بيعوق حياته سوشيال وفانكشنال في كل الدرجات. طيب انا فاكره كان زمان في مدارس احد مدرس مدارس احد بيعمل الكاونسلنج ده للفردي وما زال بعض الكهنه وبعض الشيوخ في الجوامع وكده ممكن يبقوا بينصحوا الانسان لما يبقى عنده مشاكل. فده دلوقتي في سايكولوجي وفي ناس متخصصين. طبعا مش كل واحد بينصح معناه بينصح مظبوط يعني. طيب نتكلم عن الدبريشن لو سمحت يا دكتور لانه مرض العصر بيسموه. يعني مش عيب ان واحد يقول انا عندي دبريشن. لا هو الدبريشن فيري كومن حتى دي قال ان هو يعني حاجه زي 15% of the people they suffering from something like depression or لا الدبريشن يعني درجات مختلفه انواع مختلفه. فهو طبعا معروف ان هو جينيتكس زي سكيزوفرينيا بس مش جينيتكس وبس في انفايرمنت يعني مراسي وفي نفس الوقت من الانفايرمنت اللي احنا عايشين فيها. حسب الاحصائيات بيقولوا 20% من الناس بتعاني من مرض نفسي. 4% المرض النفسي ممكن يعطل حياتهم يعني يبقى لازم يتعالجوا جامد وإلا حياتهم هتقف هينتحروا هيعملوا هيكسلوا هيقعدوا نايمين. يا إما الأمراض النفسية اللي ما بتتعالجش بتقود الإنسان إن هو ياخد ستريت دراجز يعني يحاول يعالج نفسه من غير روشتة فيبتدي خد ده هيفوقك خد دي دخن المروانة دي هتقود للانتحار وبيقود للانتحار واحد زهقان من حياته بدل ما يتحرك الانتحار او some people يعني God forbidden بيسموها homicide suicide يعني يقتل ويقتل نفسه يعني قيمة الحياة ما بقاش لها يعني قيمة عنده. طيب فلو نتكلم شوية عن الدبريشن تدينا فكرة انت قلت لنا ان السيروتونين بيقل فإزاي يعني
يعني انا رحت لك مثلا وبقول لك انا حاسه ان ديبريست، هل مثلا عندك شويه اسئله تسالها لي؟ يعني ايه الاعراض او ايه الحاجات اللي الدكتور بيحاول يحط الانسان ده ديبريست ولا بس مهموم ولا ما نامش لمده اسبوعين ولا ايه؟ ده اللي طبعا بنسميه سايكاتريك ايفالويشن. اوكي اتفضل. يعني اهم حاجه دلوقتي ما هياش، ما زلنا اهم حاجه في تو ايفالويت الامراض النفسيه لازم سايكاتريك ايفالويشن. اوكي. فاول حاجه بسال طبعا سنه وظروفه، متجوز وهكذا، وعنده ايه، وبيشتغل ما بيشتغلش. لكن لو انا بدور على يعني ام لوكينج فور اعراض الدبريشن، الاعراض الدبريشن بتشمل ان الواحد بيلوز انترست في كذا حاجه، مش عايز يشتغل، بيلوز انترست ان هو مش عايز يعني يتكلم مع مراته، مش عايز يتكلم مع حد، مش عايز يرد على التليفون. دي حاجه لوس انترست، بيفقد الرغبه في ان يتعامل مع الناس. دي حاجه. الحاجه واحدة. دي واحده. الحاجه الثانيه بيبقى عنده مشاكل في النوم، مشاكل في الاكل، لا اما ياكل زياده، لا اما ياكل اقل، الوزن بتاعه لما يزيد قوي، لما يلوز ويت. لان في ناس لما تبقى ستريست وديبرست مش عايزين ياكلوا، وفي ناس العكس بياكلوا. في ناس مش قادر ينام في الليل، في ناس عايز ينام النهار كله. فالتغيير ده من ضمن اعراض الدبريشن. وبعدين بيفيل هيلبلس، هوبلس، ورسلس، يعني بيحس ان الحياه ملهاش اي معنى ومفيش امل في المستقبل. some of them بيبقى عندهم crying jags، بيبتدوا يبكي من غير سبب. وكمان الكوجنيتيف ابيليتي بتتاثر. يعني ايه الكوجنيتيف ابيليتي؟ يعني الميموري بتنقص، تركيز بينقص، والتفكير مش زي الاول، مش شارب، يعني مش شارب، يعني ضل. فدي الكوجنيشن دي بتحصل كده. طيب السيد المخرج، نشوف صورة 3 وبعدها صورة 5، ملخص اللي قاله الدكتور أنسي. ده واحد ديبريست حتى مش عايز يتفرج على التلفزيون زي ما حضرتك قلت، قاعد لوحده. اتلوكس انها في الصبح، يعني عادة اللي في سنه في طبعا الصبح. بتأثر في ان هو مش عايز يروح الشغل. يعني ايزوليتد في المجتمع، وفي نفس الوقت ايزوليتد، مش حاسس انه مش قادر يواجه المجتمع، مش قادر يواجه الشغل بتاعه. انا نفسي اقول ما حلقش، بس كل الشباب ما بيحلقوش دلوقتي ما اعرفش ليه. كان واحد لما يسيب دقنه يقولوا له انت ايه، حزين ولا حاجه. طيب نشوف الصوره نمره 5. الصورة نمرة 5 دي الأسئلة اللي قال عليها الدكتور. At least when we have 5 symptoms of this 9 in positive, that's he has depressed. But it has to be at least for 2 weeks، في أسبوعين يعني. أسبوعين. وبعدين لازم تبقى وحشة أو bad enough to inhibit him from social، يعني يتعامل مع الناس، لأنه يتعامل مع في الشغل مش قادر يشتغل. فهي مش حكاية واحد عندي الخمس أعراض أنا عندي دول ده لا، باد لازم يعني زيادة لدرجة إن هي بتأثر في حياته كلية. علاقته مع مراته، علاقته مع المجتمع، علاقته مع الشغل. فبتعمل يعني، وفي الحالة دي بنسميه major depression. دي اللي هي تشخيص الميجر ديبريشن، 2 ويكس باد انف فروم 5 سيمبتوم اوف ذوز. سم بيبل دي هاف مور ذان 9 مور ذان 5، يعني دي المينيمم بيبقوا 5 سيمبتوم. وبعدين لو الامور زادت يبقى سويسايدال، عايز ينتحر. لو ما كنتش ناشن كده يبتدي زي ما انت حضرتك كنت بتقولي، يبتدي يفكر انه ياخد يشرب له، يقول لك انا اشرب لي كاسين، الكاسين دول بينوموني كويس، بيصحى الصبح صاحي مقريف، لكن يعني احسن من الاول. فبدل ما بقي عنده الدبريشن يبقى عنده ايه، ديوال دياجنوزيس. يبقى عايزين نعالج الاثنين. واجين باك لكلمه ديوال دياجنوزيس دي، ده انا دايما احب اتكلم فيها كتير، لان علاجها صعب، اصعب من اللي عنده ديبريشن بس او الكوليك بس. دي ا لوت اوف ذم اند اب ان
jail and prison, legal problem. A lot of them ended up having physical problem. They might ended up drinking, بعدين they get black out اللي هي بسموها temporary amnesia, يعني ما بيفتكرش الليلة اللي قبليه عمل ايه. يكون عمل جريمة. عمل ايه ما عرفش, وبعدين ممكن يروح الامرجنسي روم عشان يكون راسه وقعت اتخبطت, ممكن يعور نفسه ومش دريان, ممكن يعور حد تاني, بيبقوا violent يعني بيتخانقوا مع الناس. الكحوليك ودبريشن طبعا is bad combination, يتخانق مع الناس ويبقى يعني مشكلة من كذا حاجة. فالديول دياجنوزيس ده خطير يعني, it's the worst than just. فحضرتك بتركز هنا على ان اللي عنده مشكلة نفسية ما تعالجتش بالكلام واستمرت اكتر من اسبوعين, يروح يشوف دكتور سايكياتريست اللي هو ممكن يديله علاج قبل ما يضطر يستعمل حاجات توقعه ويبقى المرض الاساسي الدبريشن مثلا, ومعاها تعود على انه ياخد يشرب الكحولز وكحولات وكده, وممكن يسوق وشايب الكحول يعمل حادثة وتبقى مشكلة كبيرة يعني هتعقد له حياته خالص. نرجع تاني للجدول اللي شفناه السيد المخرج لأن ده مهم. الجدول ده الحقيقة مطلوب من كل دكتور إنه يديها زي الورقة اللي بيكتب فيه الإنسان بالضبط السكرينينج, يعني زي ما بيكتب اسمه وعنوانه ويسألوه أنت عندك ضغط ولا سكر ولا حاجة, بيسألوه على بيدلوا دول. وزي ما أنتوا شايفين هي أسئلة اللي قال عليها الدكتور, بتنام كويس, بتاكل كويس, بتروح شغلك, لك مزاج, عايز تنتحر ولا لأ, والكلام ده. وفي من زيرو لأربعة, بمعنى يعني هل العرض ده قوي ولا شوية قوي ولا قليل ولا حاجة بسيطة. وبيجمعوا الأرقام اللي بياخدها السكور يعني محصول الإجابات دي, والدكتور بيقدر يقول آه لا ده واصل لمرحلة خطرة لازم أديله دواء, لا ده عنده شوية اكتئاب عشان مثلا فقد نسقط في الامتحان ولا فقد حبيب عليه, بابا توفى ولا واحد صاحبه توفى, يعني هيقدر يقيم هل هو محتاج حد يتكلم معاه ولا محتاج دواء وكمان حد يتكلم معاه قبل ما يمشي وما يتعالجش, وبالتالي يعقد حياته وتبقى ديول دياجنوزيس يعني مشكلة بقت معقدة أكتر. والأمراض دي زي ما قال الدكتور, أنا بعيد الحاجات النقط المهمة اللي بيقولها فيها استعداد وراثي. يقولك بس أنا بابا ما كانش عند بابا وماما كانوا كويسين خالص. بس بابا كان بيشتغل في الحكومة 4 ساعات وبيطلع يتمشى في الجناين والغطان, وكان مثلا يبقى أنجري على أولاده ده نتيجة الاكتئاب فيقولوا لا ده كان صارم وكان عايزنا ننجح. فالصرامة الزيادة و انه يقعد مثلا يعزل نفسه يقول هقرا الانجيل مثلا لمده 5 ساعات وسايب اولاده وكده, يعني في حاجات كانت في الحياه في الوقت اللي فات ما تظهرش ان هي كانت اعراض اكتئاب, لكن اولاده بقى في العصر الجديد مع التوتر ومع الحياه الصعبه وزي ما قال الكمبيوتر والمواصلات والجهات في العمل والنجاح ولازم ينجح والستريس بتاع الحياة بتبان عليهم أكتر. فلازم نبقى أذكياء وما نقولش لا عيب أو لا حرام, إزاي أقول أنا مكتئب وأنا بروح الكنيسة أو بروح الجامع يبقى كني معرفش ربنا. لا اعرف ربنا, بس في كيماويات في المخ ربنا عملها لو حصل لخبطة فيها لازم تتعالج. اشمعنا بنعالج السكر ونقول الانسولين قل وما بنستحرمش علاج السكر؟ ده برضو السيروتونين قل, يبقى ما نستحرمش علاج الاكتئاب. يعني انا مثلا نفسي اروح للدكتور انسي, مش هخبي على العيلة واقول عيب وانا ازاي ده انا بروح الناس فاكراني
كله تمام. لا، ما فيش حاجة اسمها عيب في الأمراض النفسية، لأنها كيماويات زي الأمراض الجسدية، فلازم نتحرر من كده. ولما بيسألنا هل بابا كان عنده اكتئاب أو ماما، لا، بس احنا حياتهم كانت مختلفة ونظرتنا للاكتئاب كانت مختلف. يعني ممكن واحد بابا كان بيروح يخلص شغل ويقعد لوحده في الأوضة ويقولك محدش يضايقني، أو ده يدوب خلص شغله لكن مش عايز كوميونيكيشن مع الناس. دي ممكن الدكتور زي الدكتور يلاحظ ان دي علامة اكتئاب، بس ما كانتش معروفة ساعتها، لان الامراض النفسية من احدث الامراض اللي اتشغل، يعني قصدي عملوا لها تقييم وابحاث وعرفوا حاجات كتيرة ما كانتش معروفة في الاجيال اللي فاتت. طيب يا دكتور، ناخد مرض تاني. قبل ما تروح مرض تاني، عايز اضيف للحتة دي. يعني هو ممكن يكون ابوه وامه نورمال، ما حدش يقول حاجة، ما فيش اي اعراض من حضرتك قلتيها، لكن ممكن يكون his cousin، ممكن his grandfather. مش لازم first relation. يا حنان، في امراض run in the family، مش لازم بابا وماما يبقى عندهم. my cousin، my aunt، من بابا سايد او مام سايد، حاجات زي كده. فطبعا كل واحد يقول لك لا، ابويا وامي كويسين وعيلتي ما عندناش حاجات دي خالص. لكن طب ما فيش كازن، ما فيش انت، يقول لك طب وانا مالي، دول انت وكازن دول بعاد قوي. لكن احيانا الحاجات دي لما واحد يتجوزوا مع بعض تتركز الجينات وتظهر. وتظهر في الشخص المريض. يا ما ناس مثلا نسألهم عندكم حد كان عنده هارت أتاك أو ضغط أو حاجة، يقول لك لا. طيب باباك مات بإيه؟ معرفش، بس كان عنده 50 سنة مثلا. فدي نفس الفكرة يعني. أو أخوه برضو، عمي مات بهارت أتاك يمكن عشان أصغر من بابا فتشخص مثلا. أيوة صحيح، وهكذا. طيب يعني الهيستوري مش ضروري يبقى بيقول لنا انا هنا. بتبقى حاجات مش واضحه. طيب عايزه اسال حضرتك، هل لما بتيجي تعالج شخص، احنا عارفين ان الكيماويات دي مفهومه، بس هل ممكن دواء يشتغل مع واحد بطريقه مختلفه مع انسان يشتغل مع انسان تاني؟ يعني هل مثلا انت عارف ان مثلا في بروزاك، هل بتكتب لكل الناس بروزاك ولا بعد ما بتسمع حكايتهم او تجرب دواء تقول لا ده احسن اديله ترينتلكس ولا حاجه مثلا؟ غالبا يعني غالبا اللي بيجي يشوف السايكايتريست بيبقى عدى على برايمري كير فيزيشن، ولو هو ديبريشن خفيف البرايمري كير فيزيشن بيقول انا رحت عند دكتور بتاعي وقال لي خد بروزاك او خد مثلا افكسور او خد مش whatever يعني. فده جزء من الهيستوري. هل البروزاك اللي خدته جاب معاك نتيجه؟ هل الويل بيوترين اللي خدته فور هاو لونج؟ هل خدته اناف تايم؟ واحد يقول لا انا مش عايز ده، انا خدته ومش عايزه تاني. خدته قد ايه؟ الادويه دي بتاخد اسبوعين لاربع اسابيع عشان تبتدي تشتغل، مش هتديك ريميشن وتبقى 100 تبتدي. الامراض النفسيه محتاجه الواحد يصبر عليها. فالهيستوري اللي انا باخده، طب بعدين واحد يقول نو ماتر وات، كويس مش كويس، اسبوعين مش اسبوعين، انا مش عايز الدواء ده. تمام يا فندم، 24 قرار شوف غيره. تربس خلاص. لا، ما ممكن في ناس بتربس كده، اقول له اوكي بي، مش يعني مش هنخسر بعض عشان ده في ادويه كتير. يعني حتى السيروتونين في كذا واحد، في ليكسا برو وفي زولوفت وفي بروزاك وفي سيليكسا، كلهم بيشتغلوا على السيروتونين. طب ما دام انت ممكن نجرب مثلا في ادويه بتشتغل على السيروتونين والابينفرين، بيسموه ديوال دياجنوزيس. ده زي ايه؟ زي السمبالتا والفينلافكسين او الافكسور. اوكي. زي مثلا ادويه الضغط ممكن لها طرق مختلفه، فممكن النفسيه. بس بشوف بقى، هل يعني انت اخذته قبل كده الاعراض بتاعتك كيت وكيت؟ طب هل انت بتبقى هايبر شويه؟ لان في برضو سيروتونين ميديكيشن، لو هو عنده تندنسي تو بي هايبر او عنده اني بوسيبيليتي
you might go from depression to manic. I have to avoid the SRI. Yeah, and that's my يعني مش كل دواء ينفع مع واحد يعني yeah. مش ما يقولش انا مثلا احس اني ديبرست فلانه طب جربي ده ده حلو قوي ده انا عليه وهكذا. This is not true. وبعدين في الدوبامين ده اللي هو والبيوترين بيشتغل على الدوبامين. فده ممكن جروب تاني وفي ناس كتير وبالذات لو واحد مثلا يقول لي انا هيفي سموكر والله ده والبيوترين عنده اسم اسمه زايبان اسم تاني بيستعملوه فور فور سموكينج عشان يوقف فانت فداي ان ا لوت اوف بيبل لما بياخدوا الزايبان او الوالبيوترين يقول لك طعم السيجاريت بقي مقرف مختلف مش عايز سموكينج اني مور فيبقى يعني انا بدي عصفورين بحجر واحد انتي ديبريسنت هيلب وذ سموكينج وفي نفس الوقت از نوت از ستيمولنت as the other group عشان avoid لو in any possibility he might change from depression to manic symptomatology. احنا بنستعمل ده كمان في الاطفال علشان الهايبر اكتيفيتي دوبامين ويستعملوه فور هايبر اكتيفيتي عشان avoid the stimulant يعني دواء يشتغل اكتر right. من دراع right. طيب الحاجة التانية قلتها مهمة yeah. ان نستنى على الدواء على ما ركز في المخ ويبتدي يشتغل yes, ما هو بالضبط. زي المضاد الحيوي يموت البكتيريا ولا لا بياخد وقت بياخد وقت. فيبقى بياخد وقت ما بيشتغلوش في كل انسان زي التاني انا عندي اطفال مثلا تاخد البنادريل تنام زي كده اطفال تانية تاخدها يقولوا لي ده كان عمال ينط ده احنا بنشتغل بالعكس ده بنادريل اوفر ذا كاونتر يعني فبيشتغل من مريض لمريض من واحد لواحد طيب ناخد يا دكتور فكلمنا عن الدبريشن وانه مش حاجة عيب وان 20% من الناس ممكن تعاني منه ممكن يتعالج بالكلام وبال بالثيرابي يعني سايكوثيرابي سايكوثيرابي وممكن بالأدوية في هل الأدوية دي لها تو ماتش سايد افكت يعني هتبوظ الكلى ولا تبوظ سايد افكت يعني فالدكتور بيوازن بنسموه وزن ريسك اند بنفيت يعني عندك سايد افكت مخليك دراي ماوس بلير فيجن سمتايمز ادويه كده بالذات كان في جروب زمان اسمهم تراي سايكليك انتي ديبرس وي دونت يوز ذوس جروب اني مور دول مشهورين بالدراي ماوس البلير فيجن واعراض معينه كده لكن الجروب الجديده ما فيهاش الحاجات دي لكن ممكن الاس اس راي اللي هم زي بروزاك وسيليكسا The first two, three days, they might make you nervous. الله أنا واخد حاجة عشان تهديني تديني حاجة تمك. هو كده بيعمل rush في السيروتونين for the first few days. فممكن لو خدته في الليل ممكن يخليك insomnic. يعني يعني ما تنامش. خده في الصبح. حاجات زي كده يعني. بعد ما الجسم يتعود عليه ممكن. غالبا الادويه الاس اس راي بنديها وانس ا داي ان ذا مورنينج والدوبام وبتاع الوالبيوترين برضه لازم يتاخد ان ذا مورنينج عشان بيصحصح شويه ستيموليتنج ف يعني طبعا ما فيش حاجه ما فيهاش سايد افكت وي كان ديسكاس ذا سايد افكت ما هياش سيريس سايد افكت يعني بالذات لما يبقى واحد عنده نورمال ليفر ولا يعني لان كل الحاجات دي ميتابولايز ان ذا ليفر سنس ذكرت كده يا دكتور في مفهوم عند الناس كتير ان الأدوية النفسية بتزود الوزن هل ده ينطبق على كلها ولا لا هو generally speaking في طبعا اغلب الأدوية بالذات الانتي سايكوتيك الانتي سايكوتيك بتزود الوزن النوع اللي بيسموه second generation انتي سايكوتيك first generation كانت بتعمل more tremors ورعشة بس ملهاش دعوه بالوزن السكند جينيريشن اللي هي زي ايه بس معايا اولانزوبين هو زيبراكس لكن بتوع الدبريشن ما بيزودوش انا فاكر لا برضو انا هربت من موضوع الانتي ديبريسنت دخلت في الانتي سايكوتيك لكن باك تو انتي ديبريسنت سم اوف ذيم برضو الاس ار اي بس مش از نوت از باد از انتي سايكوتيك بسيط يعني في السنه كلها يزود لك مثلا 4-5 باوند وعندك الويل بيوترين ثيوريتيكالي سبيكينج بيخسس بس طبعا اي نيفر سين ذات يعني هم بيقولوا كده لكن ويز 35 ييرز اكسبيرينس اي يوز ات ا لوت
ما شفتش حد قال انا اي لوست ويت، بس مش هيجين ويت اتليست ويل بي ترين. انا فاكره البروزاك اول ما نزل قالوا ينقص، قالوا ينقص، كانت الشركه فرحانه قوي وعايزه تكتبه على انه لا اللي حصل انه بيزود، بس بيزود حاجه مايلد يعني اوفر 4 5 باوند ان اي يعني ده دي ممكن 2 جلاش وواحده بسبوسه وبعدين يعني لو انت هيلسي واصبحت يعني ما انتش ديبريست اعمل اكسرسايز، واتش وات يو ايت، ابقى اتحرك اكتر يعني ما تخليش ان انت ستاجنت كده قاعد تتفرج على التلفزيون وما تعملش حاجه، لا اتحرك باك اند فورس، روح كل يوم امشي لك نص ساعه، لو مش عايز تروح الجيم اتمشى في المنطقه بتاعتك. طب ما دي نقطه كويسه حضرتك قلتها، ان هو ولما بيبقى ديبرست بيبقى مش عايز يعمل، مش عايز يتحرك، هيقعد فكونه ياخد الدواء ويبتدي يروح يعمل اكسرسايز. يعني الدواء بتاع الديبريشن ما بيزودش ويت بالطريقه اللي تخوف، اكشولي ممكن يخسس لو الانسان اتمشى، لو الانسان اتحسن. طيب ندخل في الباي بولر يا دكتور بتاع 10 مينتس وبعدين نتكلم على الالزهايمر لو سمحت. باي بولر برضو از 70% جينيتكس بالوراثه، يعني اوحش من السكيزوفرينيا اند ريجاردو بالنسبه للوراثه 70%، السكيزوفرينيا 50%. طيب الباي بولر يعني ايه؟ باي بولر يعني يو نو اثنين، باي يعني اثنين وبولر يعني طرفين، طرف اكتئاب وطرف عكس الاكتئاب ايه؟ المفروض بيبقى هايل زياده كانه بيسموه جنون او مين دمانك، يعني طبعا يعني عارفين واحد بيتكلم كتير وبيتحرك كتير وكده. احنا طبعا عارفين اعراض الدبريشن، عرفناها دلوقتي خلاص. المانك بقى مهوج، هايبر اكتيف، مهوج بالكلمه يعني مهوج، يا كلمه عربي صعيدي كده يعني مهوج يعني كل حاجه عاليه. انا عايزه شرح لمهوج اكتر من الملك اتفضل. يعني كل حاجه زايده، هايبر اكتيف، هايبر سوشيال، هايبر فيربال، الافكار بتاعته بتبقى ريسينج ثوت لدرجه ان هو في واحد يقول لك ده بيفكر كويس، لا ده الافكار بواحده ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه لدرجه انه هي كانت كونسنتريت ان وان افوت وان وان ايديا، يعني مخه شغال في كذا حاجه على بعض، بيشتغل ممكن يشتغل في شغل يعني برودكتيف ورك، بس زياده قوي بجنون، تروح يشتغل بدل ما يشتغل 7-8 ساعات يشتغل 20 ساعه كونتينوس، بس مش مهلوس يعني ما فيهوش هلوسه يعني. سو فار احنا بنتكلم على باي بولر، دخلناش والسايكوتيك فيتشر. ما هو الدبريشن ممكن يجي له سايكوتيك فيتشر، دي زي ما تقول يعني بيتخيل حاجات، حاجات مش موجوده، حاجات اكسترا، بس احنا خلينا في التو بول، ديبريشن ومانيك اور هايبر، ويبقى احيانا بيبقى هايبر سيكشوال، السيكشواليتي بتزيد زياده، واحيانا يبقى سبيند ماني لايك كريزي، سبيند ماني كل ما زي ما بقول لك مهوج يعني كل حاجه عاليه 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 عنده، كل حاجه عاليه ومش قادر ينام. يقول لك انا نفسي انام ساعه، انام يعني عنده انرجي زيادة ومخه عمال بيبقى كمان جرانديوزيتي. يعني ايه جرانديوزيتي؟ يعني يقول لك انا احسن واحد في السيتي بيعمل وريفر، انا احسن من مش عارف ايه، ومين الفلان ولا فلان ده، انا اعمل عشر قد عشر منه، اللي هي بنسميها الجرانديوز، بيحس ان هو بيجر دان اذرز، يعني احسن من الناس كلها، ولو زادت قوي يقول لك بقى انا كينج اوف ذا جانجل، انا ملك، انا مش عارف ايه. دي ده لو دخلنا في الحته يعني بتاعت يعني مش مهم يقول، بس بيتصرف كانه كده بيتصرف يعني، لو ممكن يقول، بس دي لو دخلنا في الحته بتاعت ان هو بيبقى سايكوتيك باي بول او مانيك والسايكوتيك فيتشر، يبتدي يبقى زياده جرانديوز، انا مير، انا يو نو انا بريزيدنت، حاجات اوت. وبيبقوا بالاضافه ده a lot of time بيبقوا paranoid suspicious with people، يعني يبتدي يشك في اقرب الناس اليك، يشك في النيبور، انت النيبور ده معاك ليه جنبك ليه 20 سنه، زي دلوقتي تقول ده بيتجسس عليا ولا حاطط لي مش عارف كاميرات ولا ايه، دي دخلنا بقى افكاره بقى suspicious. الاعراض الجامده دي لمده اسبوع
باد انف اسبوع لمدة 1 ويك بنقول ان ده مانيك ستيج اوف باي بولر ديسوردر. في ناس بيبقى وعندهم كمان المود بتاع مش حكاية انه هابي بيبقى ريتابل. من ضمن الحاجات يعني ابن امبورتنت لما اتكلم واحد مثلا زوجة تقولي ده جوزي اول ما يزعل يروح دش البريك ثينجز يمسك الصحون يدش واحدة ورا التانية يعني مش مركز مش عقله الريتابلتي ويدخل في violent breaking things through things around يرمي حاجات يكسر يبهدل الدنيا. ده مش عصبي ده مانيك. في ناس يقول لك اصل جوزي شويه عصبي. لا ده مش عصبيه دي بنسميها مانيك ستيج اوف باي بولر. اوكي يعني مرحله بيبقى فيها عنده طاقه تو ماتش وبيفكر في حاجات كتيره وبيتكلم في حاجات كتيره في نفس الوقت. وغالبا الشخص اللي زي كده بيروح امرجنس روم ويبقى هوسبيتالايز حطوه على 3 دايز هولد. يعني مش ده يجيبه لي في الاوفيس يقول لي ممكن تعالجه. لا ده محتاج لغايه ما يهدى لحد ما نقص من الهاي ليفل اوف كل حاجه. هاي ليفل اوف انرجي هاي ليفل اوف سايكوز هاي ليفل اوف مانيك سيمتوم. يعني دي بتبقى هرمونات يعني بتبقى حاجه من زي ما قلت الترانسميتر بتبقى راشنج وغالبا نوع من الادرينالين او الابينفرين ذا سيم ثينج. بتبقى رش لدرجه عاليه. تعرف الانكزايتي اللي بيجي له بانيك بتبقى رش بادرينالين. حتى انا بعالج البانيك ديسوردر بديهم بيتا بلوكر. I don't like to give benzo whatsoever to anyone. Out with it. فنفس الكلام المانيا بقى يعني انكزايتي على او البانيك على هاي ليفل من كل حاجه. مش القلب بيضرب جامد ده المخ كله شغال. طيب هل لما بيجي لهم الدبريشن بيبقوا فعلا ديبرست ولا ممكن الاعراض تدخل في بعض وما يبانش؟ في ستيج بيسموها ميكسد ستيج. ميكسد ميكس يعني تلقى ديبرست ومانيكي. يعني هو الاعراض الهايبر دي كلها وفي نفس الوقت يقول لك انا بس ما بيجيش جرانديوز وهابي. لا يقول لك انا متضايق انا زعلان ويبكي وشويه تاني تقول يبقى هايبر ونيرفس يرجع يبقى يبكي وايزوليتد. يعني الشويه دي قد ايه؟ لا يعني ما تختلف من واحد يعني عنده اسبوع مثلا. لا ممكن في الموبايل مود المود بيتغير ممكن من ساعه لساعه. لا أوكي. مش من ايام مودي يعني مودي بنسموه مودي صح بالظبط. اوكي ودول بيتعالجوا بايه يا دكتور؟ مود ستيبلايز. لو هو في الحاله الستيج الهايبر لازم نديله انتي سايكوتيك. عشان اوكي زي ايه؟ زي الاولانزوبين زي سيركول ابيلفاي كل الحاجات الكبيره طبعا عشان كنترول الاجهزه. في نفس الوقت نبتدي نحط له المود ستيبلايزر زي ليثيوم ديبوكوت لاميكتل عشان شلنا الحاجه العاليه قوي. بس عايزين بقى نخلي المود يبقى سيرين يبتدي نورمالايز. يعني زي موجة البحر ما تبقى كده وفي نفس الوقت تيجي تبقى ميتة خالص. فانت عايز تخليها شيل العالي بعدين نرجع نعمله سيرين يعني هادي all along. وحضرتك قلت ان 70% منهم بيبقوا جينيتك. مش مهم الاب يبقى كان كده ومش مهم الام كده وزي ما نفس الكلام اللي لا بس في البايبولر غالبا بتبقى فيرست جريد سيكنس ريلاتيف يعني تبصي اللي عنده البنت باي بولر بيبقى غالبا ابوها او امها عندها باي بولر. اوكي او يعني ما كانش ابوها لو يمكن ابوها عصبي شويه. لان في باي بولر مش كلهم زي بعض. في بيسموها باي بولر سبيكتروم. في باي بولر 1 باي بولر 2 في سايكلوسايميا. يعني درجات كلها درجات. فطبعا دي ديتيلز وديتيلز دخلنا فيها مش تيك لون تايم. لكن عايز اقول لك انها بيج سبيكتروم. المينيمم لو اقل حاجه فيها دي بتبقى يعني شويه عصبيه مع شويه اكتئاب باك اند فورس. مش مانيك بيسموه هايبو مانيك. يعني شويه كده لمده اسبوع بس مش لدرجه ان يوقف الشغل. الحاله اللي احنا اتكلمنا عليها دي ما يقدرش يروح شغل ده محتاج يبقى هوسبيتالايز. لكن لو هو مثلا لو جريد اوف باي بولر
الدرجة الأقل ممكن يشتغل، ممكن يروح الشغل، بس هيبقى مش مستريح أو يعني محتاج علاج برضو. يعني الأمراض النفسية فيها مراحل، زي واحد مثلا عنده ضغط بيوصل ل200 على 110 وواحد يبقى 150 على 90، الاثنين محتاجين علاج. بس وده يمكن محتاج أدوية أكتر وده محتاج أدوية أقل، فمش كل واحد مش كل زوا زي بعض. لو عشان كده في ناس بيدخلوا مستشفى يقعدوا مثلا أسبوع، في ناس بيدخلوا مستشفى يقعدوا شهر، في ناس بنحطهم في كونسرفاتور شيب ونحطهم على long term facility يقعدوا board and care for 6 months or forever. يعني كل الأمراض الأمراض النفسية دي ده عالم تاني. طيب احنا مش هنتكلم عن السايكوزيس والسكيزوفرينيا لان دي الناس بتلاحظها على طول يعني، فسيبك منها. ندخل على أمراض الذاكرة يا دكتور. اوكي انا كنت حنسى اسألك السؤال الحتة دي. لا ده مهم. طيب أنا بهزر. فعندنا كم دقيقة لأنها أمراض العصر والناس دلوقتي بتعيش لمدة طويلة. الأول نشوف صورة كده، صورة واحد لو سمحت السيد المخرج، نشوف شوية صور بس عشان تمهد لنا. الصورة دي تتفضل، هي بتبين healthy brain size وبعدين shrinking brain size Alzheimer's disease. this is like pathology. يعني زي ما تقول واحد خد cut من البرين بتاع واحد post mortem يعني بعد ما توفى، وخد ورانا ان ايه الحاجات اللي بتحصل، اللي هي بتحصل مثلا deposition of amyloid protein ومش عارف some neurotangles some plaques certain things يعني. بس ده the most common thing for pathology بتاع الالزهايمر ديزيز deposition of amyloid protein. اخد بالك ده الامايلويد زي ما تقول زي لطخات كده بالتعبير البلدي بيلطخ في المخ، بدل ما هو يبقى سموث والنيورو ترانسميتر ويطلع من فايبر لفايبر ومن خلية لخلية تبقى حاجة ملطخة فيه، بتحس ان هو يبقى ضل مش مركز. يعني السكة مش سالكة، فيها السكة مش سالكة هضبات وحاجات. وبعدين دي حاجة، الحاجة التانية كمان بيقول لك الشرينكينج برين، طبعا البرين بيبقى شرينك، بس ده طبيعي لكل الناس. ده كل الناس بعد 65 year of age بيحصل شرينكينج البرين everybody. بس ده شرينكينج زيادة. الكافيتي اللي احنا بنسميها bilateral cavity في الـ each of hemisphere has cavity here and cavity there. وفي النص اللي هو بيسموه الـ third ventricle cavity بتزيد، تبقى dilated بتوسع. عارفة اللي يقولك مخه فاضي، يعني بدل ما كله مخه دسم كده ويبتدي مش فاضي من معلومات، مش فاضي من معلومات، فاضي من من السبستان، من نفس الخلايا والبتاع. زي كش جوه الجمجمة يعني، المخ كله بيكش، الكافيتي اللي جوه بتزيد وبيحصل ديجنريشن في البتوين التوصيلات دي، وبيبقى فيه بلط يعني تو ماتش امايلويد ديبوزيشن في البرين، امايلويد نيورو تانجل حاجات كلها مخ. ما هياش دي عامله زي حاجه زي الشمع كده مثلا، حاجة زي كده يعني بروتين بس بتترسب. طيب. وفي حاجه تاني كمان بيحصل ديجنريشن في النيوكلوس اللي بتبقى مسؤوله عن ستايلوكولين، بيسموها ميرنيتوف نيوكلوس. الاسيتايلكولين ده ماده خاصه بعمليه الطاقه. لا والكونكشن والكونكشن بين خليه الطاقه بتاعت الكونكشن بين الخلايا فلما الكونكشن يقل والبروتين يلطخ كده يبوظ الدنيا، فطبعا الفانكشن بتاعت المخ بتتأثر. بس ما بتتأثرش في واحده ولا اثنين وثلاثه، بيسموها جلوبال فيشنس. جلوبال يعني كل وظائف المخ على بعض. هل دي فيها وراثه كمان؟ طبعا. العامل الوراثي موجود، بس كمان فيها انفايرومنتال بيج فاكتور. اللي هنتكلم على الريسك فاكتور. طيب نتكلم على السموكر،
اللي بيدخن اتكلم عن الناس اللي عايشين في اندستريال اريا او السمج تو ماتش. يعني اللي عايش في الغيط والهواء ده جميل قوي حلو غير اللي عايش في لوس انجلوس والعالم طالع ولا عايش في حته ما مش لوس انجلوس مش كلها زي بعض. انا كنت اقول لك ان القاهره السمك فيها بقى اقل كتير. انا كنت هناك ريسنتلي والحدائق كترت والطرق وسعت فالناس ما العربيات ما بتقفش وتقعد تدخن على ما توصل تكون ده عمل فجود نيوز. صاحبنا اللي انت جايبه ده هتورينا في حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي في حاجه هنا اسمه ايه هو ده بيتفتح كويس هنا في اللي يسموه الناحيه الشمال واليمين الاثنين زي بعض ليمبا سيستم ده الكوربس كالوزم ده تغيرها كده ايوه تحت الكوربس كالوزم في حاجه بس ليمبا سيستم يعني فيري ثين لاير كونكتنج بين هيبوثالاموس والميد برين فدي برضو بيحصل لها ديجنريشن في الالزهايمر ودي خاصه دي خاصه بالفيلينج ايموشن موتيفيشن ميموري انسانيه يعني انسانيه الميموري والذاكره الميموري طبعا كذا حاجه بتاثر فيها بس دي برضو انكلودد اتنشن ميموري موتيفيشن ديفرنت ثينجز. طيب نشوف صوره 2 السيد المخرج لو سمحت. انت قلت لنا دي برضو يمكن نفس الشرح هنا زي النورمال برين دي نورمال برين والتانية برضو بيورينا الكورتيكال شرينكج. الكورتيكال المقصود بها الجري ماتر اللي بتغطي البرين من برا اللي فيها الاعصاب اللي فيها قصدي فيها الخلايا مش الاوتار فيها يعني الخلايا والاوتار في الناحيه اللي تحتها فدي طبعا وفيها طبعا كل بالنسبه للفرونتال لوب بيبقى فيها الاكزيكتيف فانكشن يعني البلان الواحد بيخطط ويعمل ويفكر الناس اللي هم الاكزيكتيف بيبول يعني يعني الحاجات اللي فوق العينين مظبوط دي فدي طبعا الكورتيكال اريا اللي هي بتغطي الفرونتال لوب فبرضه بيحصل لها ديجنريشن فبتأثر في كل حاجة. نشوف الصورة تانية السيد المخرج لو سمحت. زي ما شايفين هنا في كلمة نورمال الخلية كده الصفرة وجواها النقطة الزرقاء دي فيها حيوية عن هنا خالص. ويمكن النقط البني دي زي ما بيقول الدكتور اللي هو الأميلويد أميلويد بروتين حاجة كده عاملة زي بياض البيض أو ترصب فبتمنع الحيوية. طيب نشوف صورة 4. إيه أعراض ده واحد من أعراض الأيزهايمر أو الإنسان اللي فقد مش الذاكرة بس ده بيفقد حاجات كتيرة مش بيسموها جلوبال ديفيسيت لأن بتأثر في كل الفانكشن يعني الشورتر ميموري الاتنشن مش قادر الكونسنتريشن الشورت ميموري يعني الحديثة اللي هو بتخلي واحد بيشتغل بيها يعني انا لو نسيت اللي حصل لي مثلا من 20 سنة مش هتأثر في شغلي النهاردة فالشورتر ميموري وي نيدد فور افري داي اكتيفيتي اند فانكشن وبعدين الاتنشن تبص تلقى الواحد مش مركز يعني يقول له اعمل الحكاية دي وبعد شوية تلاقيه بيضل كده زي واحد متوه زي بايدن كده بيدور على الكلام مش عايزين طب مش قصدي مش عايزين ندخل في السياسه طيب طبعا ده هو هيز جود اكزامبل بس اصل هي فيها درجات يعني مش ما هوش هيز ايبل تو ستاند اب معجول كتير اكيد طبعا اكيد. طيب نشوف الست دي وهي بتتنرفز على جوزها دي بعض برضو من ضمن الاعراض ان هم ايموشنالي بيبقوا دي بقى في يعني الاول هو بيبقى الاتنشن شورتر ميموري الماثيماتكس الاورينتيشن الحاجات دي مش عارف هو فين مش لكن لما ابتدي يزعق ويصرخ وبتاع كده دخلنا في ستيج تاني
يعني ممكن تكون سايكوتيك سيمتوم، لان الزهايمر مش بيقعد الزهايمر وبس، ممكن يبقى عنده الزهايمر ويجي معاه ديبريشن اكتئاب، ممكن يكون الزهايمر ويجي له سايكوزيس زي ست يصرخ ويقول كلام خارج من غير من غير مناسبه من ضمن الحاجات الفانكشن بتاعه الفرونتال لوب الانهيبيشن. يعني انهيبيشن يعني واحد لما يوصل سن كبير ويجي يقول كلام مش قادر يكنترول هيم سيلف، ده الكلام ده ما يتقالش قدام ناس يا راجل، لما هو ابتدى يخرف بقى فبيطلع كلام ما يتقالش، واخد بالك؟ فده الانهيبيشن برضو دي فرونتال لوب فانكشن. فالحاجات لما ابتدي بقى يصرخ ويزعق ويبقى وايلنت ولا يعمل، دخلنا في سايكوتيك سيمتوم، ما هيش الزهايمر وبس، سايكوتيك سيمتوم. والزهايمر بيجي معاه سايكوزز وديبريشن و انكزايتي يعني واجيتيشن، كل الحاجات اللي ممكن بتيجي معاه. طيب نتكلم عن الاعراض الاولانيه يا دكتور، علشان دي اللي ممكن، هل لي علاج الاول؟ ولي علاج بس مش يعني زي ما تقولي بي decrease the progress of the disease. أوكي. يعني لو حد استعمل دواء بدري يمكن يأخر حدوث الأعراض الضخمة دي. أيوة. أو يعني يعيشه لكم سنة محتمل. هو طبعا أحسن حاجة اللي هو بيسموه prevention medicine. أوكي. إن احنا نتكلم على دي، إن احنا نتحاشى إن يجي لنا الزهايمر. اوكي نتكلم على دي وعلى الاعراض الاولانيه. طيب ايه الريسك فاكتور بقى؟ الريسك فاكتور احنا قلنا سموكينج وقلنا اندستريال ايرنيال، وفي حاجات هيت تراما، واحد يبقى اتخبط في راسه وعمل اكسيدنت، في حاجات زي مثلا بي 12 ديفيشنسي، بي 12 اور بي كومبلكس ديفيشنسي، نقص في الفيتامين، ففي الحاجات دي كلها برضو ممكن نتفاداها. كرونيك كيدني ديزيز. اوكي. برضه دي من الحاجات وبعدين لازم نعالج مثلا واحد عنده ديبريشن. لان حتى الديبريشن معروف انه بيعمل حاجه اسمها سودو ديمنشيا. يعني ايه سودو ديمنشيا؟ يعني لما نعالج الديبريشن الديمنشيا تروح. فدي بيسموها سودو لان سودو يعني كاذب. كاذب ليه؟ لان لو عالجته هتروح الدبريشن، لكن هو ديبريست مش عايز يشغل الذاكره بتاعته. لكن الزهايمر ديمنشيا ما هياش سودو، دي سريال ديمنشيا. اوكي. طب نعيدهم تاني يا دكتور. فضل. اللي بيدخن يبطل، اللي عايش في حته صعبه دي يعمل له اير كونديشن في البيت ولا يشيل البولوشن من البيت، نقيس معدل فيتامين بي 12 ودي 3 والحاجات اللي ممكن تتقاس. لو عنده ضغط لازم يتعالج من الضغط. اوكي. لو عنده ديابيتس لازم يتعالج من السكر. أوكي. لازم يتعالج من السكر. كويس. لو عنده هايبركوليسترول لازم يعالج الكوليسترول، لان كلها دي ريسك فاكتور. لان الكوليسترول بيعمل الدمويه للمخ. لو اتقفل طب هيبقى سهل قوي ان كويس. واللي عنده سكر يظبطه عشان الكلى بتاعته ما تبص، ودي من ضمن الاعراض عشان يتحاشى الكيدني ديزيز. واللي عنده ديبريشن يتعالج علشان ما يعني يشيل السودو ميموري. في حاجه تانية برضو من الريسك فاكتور الكحول. الكحول هيفي درينكر بيعمل ديمنشيا من ضمن الفاكتور. However, دي قالوا يعني some document or study if you drink moderately like 2-3 times a small alcohol per week that's prevent you يعني from شوية وين مرتين ثلاثة في الأسبوع. قليل في الأسبوع that's لأنه بيوسع الشرايين بتاعت المخ prevent you from getting Alzheimer. بس أنا أرجع وأقول بس يعني لو واحد high function، واحد يعني educated وعارف how to control that will be great. بس لو انا عمامها اقول لها خليك مودريت، في ناس يقول لك انا بشرب ده 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 ودي مودريت، بالنسبه لي ده مودريت. لا، ما لازم تبقى كيرفول، لانه ممكن تتقلب من حاجه بتساعدك لحاجه تبوظ لك المخ وتبوظ لك الكبد وتبوظ لك حياتك وتبقى اديكت. فوي هاف تو بي كيرفول وذ ذات، واخد بالك؟ طيب من ضمن الحاجات البريفنشن يا دكتور، تكلمنا على اهميه تشغيل المخ. يعني
في ناس على المعاش يقعدوا مش عايزين يعملوا حاجة yeah. وفي ناس تانية بتقعد تعمل حسابات وتعمل جيمات وتعمل حاجات تشغل مخها أو تسوشيالايز يلعبوا طاولة يلعبوا شطرنج اتفضل كلمات متقطعة يقرأ بوكس كويس يتعلم ألحان حتى لو هالمعاش حتى يعني حاجات دي بتساعد برضو يتعلم أنذر لانجويج ممكن تاخد دروس في الاسبانيش الباتوم لاين ان انت تشالنج يور برين ما تسيبش يور برين ايزي جوين كده كل حاجه ماشي وتيره واحده ما فيش تغيير لا لازم تعمل له تشالنج لازم تديله اديوكيشن لازم تعمل له كمان الاكسرسايز اتس فيري امبورتنت ليه الاكسرسايز في قاعده يقول لك كده whatever good for the heart is good for the brain تعرف الهارت يعني exercise or watch what you eat بالنسبه ل watch what you eat يقول لك the best diet for to prevent you Alzheimer اللي هو Mediterranean diet what is the Mediterranean diet لا بتاع الاقباط اللي كله فول وطعميه وخضروات وفاكهه وحاجات دي وتتحاشى ال too much saturated fat الحاجات المقليات الحاجات الدهون فالدايت very important exercise diet بي complex بي 12 اوميجا 3 يعني اكل السمك sometimes انواع من السمك فيها a lot of omega 3 if you don't want to eat a lot of fish buy omega 3 from the shelf so B12 omega I mean B complex اوميجا 3 ميديترينيان دايت اكسرسايز افويد طبعا الاسترس الاسترس برضو فاكتور تاني يعني تخلي حياتك ورك وذ ستريس يعني باي اكسرسايز باي توكينج وذ يور بارتنر وداوت سكريمينج اند يلينج تراي تو سولف ا بروبلم وداوت جيتينج تو ماتش سو اول اوف ذات عوامل مهمه نتحاشى to prevent us from getting the Alzheimer. صحيح لو واحد عاش لحد 90 سنة maybe 90% of people 9 years old بيجت Alzheimer لأن هتيجي بالإيج لكن احنا كويس لحنا نعيش لحد 90 ويجي لنا Alzheimer بعد 90 يعني لو survive لحد 90 واخد بالك ف this is preventive medicine يعني تتحاشى بان انت تاخد في كمان حاجات معينه بيسموها انتي اوكسيدنت زي البلو بيري والستروبيري وكل انواع البيريز والعنب الجريبس العنب برضو هاز انتي اوكسيدنت دي سيد فيتامين سي برضو تهلب تو بي انتي اوكسيدنت كل الحاجات دي تدخل مع الدايت والاوفر ذا كاونتر ميديكيشن طبعا الحاجات دي متتعمل من قبل ما الاعراض تبان لا وي توكن اباوت بريفنتيف ميديسين لو نتكلم على العلاج بقى يعني هل هو دخلنا في الزهايمر ولا اسمها بري كلينيكال يعني في ناس يقول لك الاعراض الاوليه دكتور يعني مثلا واحد بيتكلم وتضوع منه الجملة ويقعد يفكر زيادة شورت تيرم ميموري هي لان دي بتأثر في الديلي فانكشن يبتدي مش فاكر كده بعد بيسوق بالعربية كل يوم رايح ذا سيم ثينج يقول لك انا رحت النهاردة وقفت في السكة كده انا حسيت ان انا مش المكان ده مش عارف اوصل له منين بيسموها الاورينتيشن فالشورت تيرم ميموري اورينتيشن زي ما انت حضرتك قلت برضو يجي يتكلم بتخونه ذاكرته في الكلام اللي بيقوله في وسط الجمله بس 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 اجين يعني في حاجات دي بتحصل في النورمال ايجينج يعني نورمال ايجينج بننسى اسامي ناس كتير بس هي ما هياش جلوبال بحيث ان تأفكت ديلي فانكشن بالك فالاورينتيشن وشورت تيرم ميموري اتنشن سبان دي الاول الاورينت حاجات زي كده هي دي البرايمري سيمتوم ذات وي هاف كويس ان قلت كويس ان حضرتك قلت الشورت ميموري انا مش بعمل ايه بتنبأ ولا لما بتقول شورت ميموري اصل في ناس تقعد تحكي لك انا لما كنت في ثانوي كان زميلي اسمه فلان وصاحبي اسمه فلان وكنا ساكنين في الشارع اللي شكله كذا ويفتكروا حاجات من
من 50 60 سنة. في دي مش هي اللي احنا نقلق او نلغي بيها ان هو ذاكرته. اول حاجه اضيف في الالزهايمر الشورت تيرم. الشورت اوكي يعني. فكونه يفتكر الحاجات بتاع زمان دي مش هتأثر في الفانكشن بتاعته. يعني انا اروح اشتغل بتاعي كل يوم مش محتاج ان انا اقول لهم ذاكرتي من 50 سنة يعني، واخد بالك؟ فدي وزي ما بقول لك الستيجز بتبقى بري كلينيكال وبعدين لو بيسموها بور كوجنيتيف او مايلد كوجنيتيف امبيرمنت، مايلد بسيطه، وبعد كده بقى الفول سيمتوم اوف الزهايمر. البري كلينيكال يعني يمكن ما فيش سيمتوم خالص، بس لو واحد عايز يتاكد وخايف يقول لا بعدين تجي لي بيعملوا تشيك للامايلويد ان ذا بلاد، امايلويد ان ذا برين. اوكي سو ففي تيست بس يعني فيري اكسبنسيف ومش وفي تيست كمان للبرين نفسه، شوف في امايلويد ديبوزيشن برضه بيعملوه فور بري كلينيكال اور مايلد كوجنيتيف امبيرمنت عشان يتاكد المايلد دي نورمال فانكشن بيكوز نورمال ايجينج ولا هي يو نو فيرست ستيج اوف الزهايمر. هل الناس اللي عندها يعني ميموري او الزهايمر اللي هو اكتر حاجه مشهوره في الميموري لوس بيحصل لها اي اعراض جسديه؟ يعني يقول لك هنا بيوجع هنا بيعمل، او هل بيقعد يلف في الاوضه ولا يعمل حاجات غريبه كده؟ لا هو ما سمعتش حاجه جسديه، بس هو لو يعني لو يلف في الاوضه ده معناه ان هو مثلا انا عايز اروح دوره الميه ومش عارف سكتها فين، ما هو ابتدى بقى لوست he's not oriented للبيت بتاعه، ده البيت بتاعه عايش فيه سنين دلوقتي مش عارف يروح الباثروم، he lost his way وبيلف بقى بيدور. لا دي مش، لكن ما فيش وجع في الجسم، ظهر وجعني ولا راسي بتوجعني، لا ما فيهاش حاجه زي كده. however لكن اصل اللي بيجي له الزهايمر ما بيبقاش اوت اوف بلو، يعني بيبقى عدى على محطات، بيبقى عدى على محطات تاني، يعني بيبقى عنده كلى تعبانه، بيبقى عنده مش عارف ارثرالجيا، عنده العظام مش عارف ايه، يعني ما فيش واحد بيوصل الزهايمر لما يكون عنده اللازر فيزيكال بروبلمز، بس هي نوثينج تو دو ويز الزهايمر، يعني دي مجرد مصاحبه مع الزمن يعني. بالظبط. طب سؤال اخير، في ناس مثلا كتير، اتكلم عن نفسي مثلا، احط التليفون وانا بعمل حاجه وانسى هو فين واقول ما دي ايجينج، دي ايجينج يعني طبعا. بس يعني اي شير ذا سم ايديا، طبعا انا بدور على التليفون كتير برضه، زي لدرجه بنتي حطت لي حاجه برضه في المفاتيح، قالت لي علشان تضربي التليفون ترن عند المفاتيح، يعني عشان بحط الحاجات وبنسى، ده ايه؟ لا ما هو دي يعني زي ما قلت لك دي بيسموها مايلد كوجنيتيف، مع بتيجي مع الايجنج. بس هو كمان زي ما بقول لحضرتك الاستريس تراين، لان المخ زي ما وي هاف تو تشالنج هيم عشان يبقى حي واكتيف، لازم ودون اوفر ويلم هيم يعني. يعني مثلا اركز وانا بحط التليفون، اقول احط في ذهني انا حطيته فين، ركزي عشان ما دون اوفر ورك يور سيلف، يو هاف تو سليب انف، وده اللي احنا بنقوله بريفنتيف، سليب انف، دايت، بي 12 عشان بريفنت اي بروبلم ان ذا فيوتشر. اوكي احنا بنشكرك يا دكتور. انا عارفه يمكن ما فتحناش للاسئله قوي لان الموضوع كان دسم، ويمكن المعلومات اللي فيه اهم من الأسئلة. يعني هو الناس لما يعني المواضيع ما هياش بتاعت كل يوم يعني، طبعا. فالناس لما تسمعها وتبقى عندها علم بيها يبتدوا take care of it، ويمكن ساعتها تبتدي الأسئلة بقى للدكاترة بتاعتهم. أرجو أن الموضوع يكون أفاد الكل، ونفتكر أن الأمراض النفسية ما هياش عيب ان احنا تجيلنا او ان احنا نقول عندنا، مش مهم تقوله، بس المهم ان الواحد يواجهها بالعلاج. واديك يا دكتور اخر دقيقتين فضلت تختم لنا بنصايح عامة لحياتنا عشان ما يحصل لناش الحاجات اللي حصلت. زي ما يعني اللي اتكلمنا عليها spirituality is very important.
يعني لما الواحد يبقى عنده سام ستريس وعنده ولما يروح بيروح الكنيسة بيروح المكان اللي بيرتاح فيه الحاجات دي بتساعده ان هو فنتليت يتكلم على المشاكل بتاعته مش كده وبس الانسان اللي عايش مع ربنا زي ما انت عارفة بغض النظر عن بغض النظر عن دينه ربنا بتاعه ده من ربنا بيديله سلام في داخله فالسلام ده يعني بنرمي كل همومنا على ربنا فبيدينا سلام وبنحس ان هو اللي بيقود هو السبورت هو اللي بيقود us in our life فالسبيتشواليتي is very important مهمة لتمنع القلق وتمنع المشاكل اللي ممكن تيجي مضاعفات القلق لان القلق ممكن يعمل اكتئاب ويعمل حاجات تانية يعني كل واحد عنده نقطة ضعف بس لما يدخل في الحاجات اللي بتريحه وتديله احساس بالسلام هتساعده بين بيس ان يقعد سلام وربنا يعين الجميع مرسي خالص نشكرك ونشكركم احبائنا ونرجو ان الموضوع يكون افاد وتقولوا للي ما تابعش الموضوع يشوف الحلقات المعادة او يشوفه على اليوتيوب علشان اتكلمنا عن حاجات يمكن الناس ما تعتبرهاش امراض زي السكر والضغط والكوليسترول وكده لكن هي ممكن تساعدنا في ما يجيلناش بعض الامراض الجسدية وكمان تساعدنا ان حياتنا ما يبقاش فيها عدم علاج للامراض اللي في المخ لان هي برضو كيماويات زيها زي الانسولين زي الكوليسترول زي الحاجات اللي في الجسم بنشكركم تاني وبنشكر العاملين في قناة لوغوس اللي بيجولنا يوم الحد وبنشكركم على تعاضدكم لقناة لوغوس القناة الحقيقة في الوقت ده محتاجة كل دولار وكل جنيه وكل واتيفر عملة بتستعملوها علشان بيدوروا على أو يعني لقوا مكان يناسب القناة أفضل كتير لأن هنا لو تشوفوا المكان مش هتتخيلوا أنه بيطلع منه الحاجات الحلوة اللي بتشوفوها عامل زي أقل من أوضة أو صالة أي إنسان ومليان حاجات ما يصحش تبقى موجودة لكن هم حاولوا خلال ال 15 سنة اللي فاتوا يتعاملوا بأحسن ما يمكن بس مع التطور في التكنولوجي لازم يروحوا للمكان الأفضل ويخدموكوا بطريقة أفضل وبكده بنحتاج تعاضدكم كل واحد اللي يقول 10 دولار هتعمل إيه هتعمل كتير بنعمة ربنا ما يستخسرهاش وما يستقلهاش ونشوفكم في حلقة جديدة من حلقات الصحة الكاملة وانتوا بكل الصحة ومعونة ربنا سلام